ولا ايميكيميك. بحادقة حادقة شنو 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 تنقصدوا بحادقة؟ هي واش يعني كدير كطيب مزيان في الدار ولا تنطيب؟ تنطيب بحال دابا شي حاجات لوليداتي، تنطيب شي حاجات لبيت انايا، لبيت ما نقولكش نطيب البسطيله وداكشي وسكسو وداك نقدر، مي ما عمري ما درتها، ما عمري ما درتها. انا ماشي بحال شوميشه. ها ماشي بحال شوميشه. شوميشه ولكن شوميشه ما كتعرفش تجري ثاني. كله البوتونسيال. شنو اللي خلاه نزهة تعتزل؟ باك انت خصي واحد النهار يجي ونعتزل. لا ولكن بيان سور اي واحد عنده شي حاجه تعتزل باش نعتزل. ما كاين حتى حاجه؟ لا باغيتو. لا 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 لانه كان عندي ولدي ياسين وصل كانت عنده ديك الساعات 3 سنين و على ولدتي وبقيتي كتجري؟ با وي. او يس وبراو عليك والله الا براو عليك. ما عمرك جريتي انت؟ لي زونترينمون ماشي لا كومبيتيسيون. دوك جريتي انت ولدك؟ جريت انا ولدي حتى الكاتريام موا كنت باقي تنجري. عندي ميتسا. كاينين دي زاتليت اللي تنعرفهم انايا مونديال اللي بقاو تيجريو تيمارسوا الرياضه حتى تمشي تولد. وما خفتيش يعني اثر لك انا الولد ديالك؟ لا لا با دي تو. لا بالعكس علاش؟ جري ماشي جري تنقاز بحال اتليت ولكن جري نورمال شويه دي كونتراكتي سبعات سوايع يعني ناتاسيون. لا 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 كوميم لا مارش لا ناتاسيون. مزال انت باش تنصحي الناس اللي بغاو يتعافوا تيخص يكون داكشي ايكيليبغي، الماكله ديالك تكون ايكيليبغي ودير شويه ديال الرياضه وتحافظ على ال عطينا دابا النظام الغذائي ديالك دابا بغينا نعرفوا. انا تناكل كلشي انا. باش كتفطر نزهه؟ نقول لك اليوم باش فطرت. قولي لي. اليوم خديت طاسه ديال القهوه. طاسه ديال القهوه كحله. اها معاياش؟ بوحدها ما خديت حتى حاجه معاها. طاسه حرفيه؟ ما تغديتش حتى لثلاثة ونص عاد تغديت. تقدري تشربي طاسه ديال القهوه كحله؟ بلا والو. بلا سكر بلا والو. وبلا خبز. بلا خبز. فهمت. اللي عاطيها المحراز. ولكن انا بحال دابا بحال دابا تنلقى الحرشات، تناكل الحرشات، تناكل الملوي، تناكل المغرير. تغديت ب اون سالاد. فيها سالاد فيغت، فيها الكونكومبر، فيها يعني مخلطه. وخديت امورسو ديال الدجاج. امورسو والعشا؟ باش كتعشى؟ مازال ما تعشيناش. لا العشاء باش كتعشى غالي غالي. ودابا 100% ما نتعشاوش. لا لا انا ما نصيفطكش بلاش، ضروري شي بوكاديو. كاين امثال شعبيه نبغي نقولهم لك عندهم علاقه بالمراه وبغيتك تكمليهم ليا. اللي ما عنده بنات ما عرفوه باش مات. برافو عليك. خذ المراه الاصيله دكاليه ونعس ونعس تكون على تكون دكاليه. خذ المراه الاصيله ونعس على جنب الراحه. زعما جنب الراحه. خذ المراه الاصيله ونعس على الحصيره. الربح من المراه والخسران منكم. الخسران منا. هاد قد المثل تا هو ما تنفهموش. الرابح من المراه والخاسر من المراه. مسكينه اللي دارتها مشكله. فهمت سيدي مراه ولا بورصه؟ لا لا دابا ملي تيكون الراجل تبارك الله عليه وراء كل رجل عظيم عظيم امراه. وملي ملي تخسر المراه مسكينه زعما شنو؟ ملي تيخسر الراجل عاوتاني هي خليو ليها عشتها راه هي السبب. ياك على الحشومه. تعدات عليه وتكرفصات. وراء كل عزيز بدوان. المرأة اللي غادة، المرأة اللي غادة كمليها. كمل ما كايناش هذه كامل. دابا فوالا سي خاسر انت بدوان. نزهة بغيت نسولك واش عندك شويه مع الانترنت؟ انترنت؟ اه بحال عندك كلشي. عندك باج فيسبوك؟ عندي باج فيسبوك. اما هي نزهة بدوان. نزهة بدوان بدوان بارك الله عليك. هذه باج هذه ماشي كونت ديالك.
نو سي كونت ديالي. اه الكونت ديالك نزابي دوا. لا باج ديالي. اجوتيني عندك. نصاحب انا وياك. اجوتيني عندك. ما بغاش. اه نوليو امي. امي اكزاكتومون. شوف بالدارجه كيفاش كدوز. لا انا بالنسبه لي صاحبي سي ما تنقولوا امي سي صاحبي. عرفت. وصاحبتي. غير حنا في الدارجه كدوز عندنا في شي شكل. لا لا. ولينا كندوزوا كل شيء. لا مي امي امي. نوليو امي افيك كرون بليزير تكوني امي ديالي في فيسبوك. الله يبارك فيك. نزاد واحد الفقره سميتها اونلاين. هنا كاين مجموعه من الشخصيات معروفين يبغيو يهضروا معاك. تبغي تدوي معاهم؟ مرحبا. متفقين؟ باوي. تصفيقات على نزاد. ولا لا نزاد، والله الا عطاتك الوقت. عرفتي في زماني كنت كنناقش هي واقفه، وكنت كنجري من بين الودان حتى لبن سليمان، وما نعرفش. وا كبور، نوض جمع راسك، راه الشفارة بغاو يديو الحمار. وتانو تانو وتتبع الشعيب يا جري 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 تي مالك يعاودوا لك اللي قالنا رولاندو تاويلي على الراجل اللي معولين عليه من بعد كبور سيبن كيران بغى يقول لك شي حاجه مرحبا يلا بنتي نزهة السلام عليكم معك سيبن كيران انا راني من نهار جيت لهاد الحكومه وراه عياوني وراني عييت مع هاد الناس وفين ما مشينا كيديروا لينا الحواجز وعييت ما نقلب على شكون اللي عاونني وما لقيتش ولقيتك غير انت يا بنتي الله يرضي عليك جيت تريني بينا باش نردو السفل ضد هاد التماسيح والعفاريت بس جينيال سي بن كيران قال لك عنده لي الحواجز مرحبا على حسب اش من حواجز اذا كانوا الحواجز ديالي مرحبا به الحواجز اخرين لا لا تبارك الله مكلف بهم عندك مع السياسه شويه نزا كل شيء تيدير سياسه ما كاينش واحد ما تيدير السياسه علاش ما شفناكش مثلا مخرطه في شي حاجه في شي حزب ولا شي حاجه باغي علاش ما مخرطاش كاين واحد الحزب تبارك الله يا سلام من اكبر الاحزاب من اكبر الاحزاب المغربيه لا لا انا بالنسبه لي لانهم مثلت المغرب مده ديال 19 سنه ما يمكن ليش نمشي نبدل القميص الوطني ياك انت ما تقدري تنتمي حتى شي حزب لا ما نظنش ما تنتمي للبيوت كامله تنتمي للاحزاب كامله تنتمي للمغرب ككل ما نظنش شيء يعني. شفنا مثلا نوال المتوكل كانت وزيره ومشات للبرلمان عمرك ما فكرتي انك ديري هذيك القضيه انت مثلا تمشي لا السياسه ما نديرش السياسه ما ديري السياسه سي بن كيران قال لك فيها الحواجز ياك انت ما عندكش عليها بارك الحواجز ديالي بارك الحواجز اللي دوزتي الحواجز ديالي بارك عليا الله يهضر معك حديد دان مرحبا سي حديد عجيتك ما جيتك على اللي جرات وجرات ماشي على الاورو ولا على الدولارات ولكن على 400 طلعات وهبطات وقال حواجز نقزات هرقات ونشفات وفي الاخر جوج نحاسيات وبحالهم ذهبيات واش هي امريكان او بن سليمان ولا نزهه بدوان عندك يكون حديدا غلط عندي اكزاكتومون جوج ديال النحاسيات لا جوج ديال الذهب وفضيه ونحاسيه اه مي تبارك الله عليها سي لاصق تبارك الله عليه حديدا حديدا بغا يهضر معاك ما جيتش شجعي مستعدة مرحبا اختي نزا سمعت انه تم ترشيحك لمنصب الادارة التقنية لجامعة العاب القوى هل سوف تفعلين مثل السلف الذي تلف ثم رحل وترك الجمل بما حمل ام انك سوف تذبحين الجمل ونأكل سويا كفتة في البلدية راني توحشتها اختي نزا اش تجاوبي يا اختي نزا السلف اللي تلف إذا تقترح عليك بوست في الجامعة ديال ألعاب القوى ستقبلين؟ علاش لا؟ علاش لا؟ لأنه سي الرياضة ديالي اللي مارستها مدة ديال 20 سنة أو أكثر من 20 سنة و وتنعرفها مزيان وعشت فيها و علاش لا؟ نزابي دوان بصراحة واش عمرك استعملتي منشطات؟ المنشطات ولا فكرتي أنك تستعملي؟ لا جامي
ابدا. الحمد لله ربي عطاني واحد الطاقه يعني اللي بدنيه وعقليه ويعني وتكونت يعني في واحد لونطوغاج اللي ما خلى ليش الفرصه حتى نفكر فيها. وحتى لونطوغاج ديالنا لما كنا كيف ما قلت لك الجيل ديالي او لا جينيراسيون ديالي يعني ما كانش حتى التفكير او حتى النطق بها ما كان شيء. نزار سمعنا ان صاحب الجلاله الملك محمد السادس هو اللي عزل لك السميات ديال ولادك ياسين وياسير. نعم. عاودينا على السوفينير هذا. بالنسبه لي التسميه ديال وليداتي بجوج من صاحب الجلاله نصره الله فهو حتى هما ميداليات بالنسبه لي لانه لما خلق ياسين توصلت بالمكالمه ديال سماجيستي وقال لي نزهه مبروك يعني هنأني بزياده قال لي نزهه تسمي ولدك يعني ياسين سيتي بالنسبه لي سيتي الفرحه الكبيره لانه ما كنتش منتظر على انه غادي ولدي يسميه لي سيدنا. ونفس الشيء بالنسبه لياسير. ياسير 2006 ياسير زاد في رمضان. احساس زوين هذا بطبيعه الحال. تلقاوه الوليد داز الزنقه شكون اللي سماك؟ ياسين سيدنا. وي لي فيير سون فيير. ومن غير هذا الشيء هذا تعطاوك ثلاثة ديال الأوسمة، جوج من عند صاحب الجلالة محمد السادس وواحد من عند الملك الراحل الحسن الثاني. أول إحساس ديالك وأنت مثلا كتسالي السباق وكتوصلك المكالمة من عند صاحب الجلالة، كيفاش كتحسي بهذه القضية؟ تو سي ميم في لا كونسونتراسيون تدخل فيها حتى هذه، يعني كنا تندخلوها في الكونسونتراسيون على أنه إلا نهيت السباق وفزت بالسباق غادي يجيني مكالمة من عند صاحب الجلالة. يعني تدخل سكيفي من الأشياء اللي كنا تنزيدوهم كتشجيع. لأنك تفوز تحفيز تحفيز أكثر من الفلوس ولا اكزاكتومون ما كناش نفكروا كاع في الفلوس ما نفكرش في لأنه أوتوماتيكمون إلا ربحتي غادي يجيو الفلوس. نزا أنا بغيتك يعني نعطيك 40 ثانية وتهضري قدام هذه الكاميرا هذه شنو ممكن تقولي كرسالة لهذ الشباب الرياضيين اللي كيمارسوا هذه الرياضة هذه مثلا ولا رياضات أخرى باش يخدموا ويوصلونا حنا المغاربه يرفعوا لنا راسنا ويهزوا الرايه ديال البلاد قدام هاد الكاميرا. كي بالنسبه للشباب الرياضي تنظن على انه الشباب ككل ماشي غير الشباب الرياضي تيخصنا اولا نحبوا بلادنا ونحترموا بلادنا ونقدروا بلادنا ونحترموا نفسنا لانه لما تتولي تتعطاك المسؤوليه على انك باش تمثل بلادك فهي مسؤوليه كبيره لانه صوره ديال البلاد صوره ديال المغرب في العالم الخارجي فلهذا هذاك الشاب او الشابه لما تتبان الصوره ديالو يعني تيشوفوا البلاد ديالو من هذاك الوجه ديالو هو الخارجي فلهذا تنتمنى على انه شبابنا نصبحوا تنحبوا بلادنا لانه مع الاسف دائما ذاك الكلمه اللي تتقول على انه واخا ما نبغيش نقولها الله ينعل معاه في سميتو بلاد ما تنبغيهاش مع الاسف تيخصنا نرجعوا السؤال لينا حنايا ونقولوا على انه شنو عطينا لبلادنا لانه حنا اللي تيخصنا نعطيو لبلادنا بلادنا تزدنا فيها تربينا فيها قرينا فيها كبرنا فيها تيخصنا حنا نعطيوها لانه ما تنظنش شي ارض فلاحيه غادي يجي يحرثها لك شي واحد الا ما حرتيهاش ما يحرثها لك حتى واحد. ما عندي ما يتسالك يعني شرتي لواحد القضيه مهمه بزاف بزاف ديال الشباب كيقول لك هضر معاك ما بلاد ما والو ما سي فغي كو هذا اللي تيقول ما بلاد ما والو شنو البلاد هذه هو فينا هو اكزاكتومون شنو عطيتي لهذ البلاد هذه هذاك الشاب او الشابه اللي كان في عمره 16 سنه تخلى على الدراسه ديالو ما مشاش ما دارش شي صنعه ما دار والو ولكن غادي يولي حتى هو هنا غيولي على البلاد غادي يتكلفوا به دارهم دارهم الله يحسن العوان ولكن تيخصنا نفكروا تيخصنا نغيروا التفكير ديالنا حنا كشباب. تبارك الله عليك. نزامني هجرات حلبة السباق. مع الاسف والله الا توحشت لابيست. بغيتي نضربها بشي جريه دابا ما كتهمش. دابا لا خصنا نمشيو لابيست والله الا. واخا ملي خرجتي من حلبة السباق وتفرغات نزها لدارها وليداتها نعم واش باقي عندك السوفل؟ بعض المرات وي بعض المرات لا ها؟ بعد تو سي ملي كنت اتليت يعني دابور كنت تنبغي الاختصاص ديالي
400 متر حواجز. كنت تلقى في ان بليزير باش نجري لانه ما عرفوش عندك هذا سمعتوا المعلومه ولا لا، لانه عندي الرقم القياسي العالمي في القفز على الحواجز. الرقم القياسي العالمي رجال، رجال ونساء. وصفقوا على هذه القضيه. مزال بغينا نشوف واش بقى على كونديسيون فيزيك مزيان ولا لا. عندك تقول لي نديرو شي تراكسيون ولا لا؟ ماشي تراكسيون، لا لا غنعطيوك واحد الحبل. ايوا ديري لنا 50 تنقيزه بالحبل، ولكن ماشي اي حبل، جبت لك واحد الحبل سبيسيال، حبل ديال الضو. ناري ناري ناري، هذا اللي كلينا به العصا في الصغر. الله ودي. لا لا علاش تحاولي؟ يلا يلا الثقات على نزابي دوان. انا وياك كنا قلتي لي بعدا نجي لابسه سوربات ولا شي حاجه. لا راك سوبل. لا بلاتي بلاتي بلاتي. بلاتي انتم تصفقوا بلاتي بلاتي. غادي قال لي شحال ندير؟ 50 20 ليا و30 ليه. انا ما سبورتيفش. ندير انا وياك. يلا سير. هنايا. يلا ولكن وميم طوغ نسولك، وميم طوغ نسولك خاصك تجاوبيني. ثلاثة. عرفتي جبتوا لي هذا الحبل هذا ما مزيانش. ثلاثة جوج واحد. مزا شحال عندك من عام؟ المواليد 69. فين ساكنة؟ في الرباط. مزوجة؟ جوج وليدات. ما يكون باس. كلشي بخير؟ الحمد لله. شحال كتلبسي في رجلك؟ 39 وتناخد 40. فين كنتي اليوم قبل ما جيت عندنا؟ كنت في الرباط. جيتي في الطوموبيل ولا في الطاكسي؟ في الطوموبيل. وفي التران؟ لا. لا. قولي لي من شريتي هذا الكوستيم؟ من الرباط. شحال؟ حشومة عليك. هذه مثال. نزهة بصراحة عمرك كليتي بيه العصا هذا؟ الله خويا لا. ها؟ لا لا لا. كي كانت العلاقة ديالك مع والديك؟ ما عمري ما كليت العصا. شحال هذه؟ نخليوك تستراحي ولا نكملوا؟ وسخفتيني في الحقيقة. شربي اتاي. ما كاين مشكل نكملوا. درتي فيا خير. تبارك الله عليكم. عندي ما تسالك باقا الكونديسيون فيزيك. ما عمري ما كليت العصا. جامي. والديك عمر ما ضربوك؟ نهار تلقى بالحاجة شي نهار سولها. حاجة فاطمة. ما عمري كليت العصا. تحية للحاجة فاطمة. نزار شفناك ملي كنتي كتجري في شحال هادي في المسابقات كنتي كتلبسي واحد الشورت قزب شويه. ما سي نو ماشي ماشي سي سي المايو باش كنت نجري. مايو بروفيسيونيل. بروفيسيونيل. ما كانش كيدير لك شويه الاحراج؟ لا بحالاش احراج زعما عمرك ما 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 دار لك احراج؟ باديت ما تيبقاش لك التفكير في اي شيء لانه ملي سي بروفيسيونيل. ملي تتمشي مثلا الملتقيات الدوليه ولا هذه سي اون كورس ديال ادمونتون 2001 يعني عندك الكسوه ديالك يعني تتقمص واحد الشخصيه وتدخل لانه لباس بحال اللي تتمشي مثلا الادارات تلبس الكوستيوم تلبس هذا سميتو. سي بالنسبه ليا سيتي الاختصاص ديالي تندخل الملعب هذوك اللباس باش تنجري اي بس. شفنا شي عداءات من البحرين وقطر وايران كيلبسوا الحجاب. لا غير البحرين. غير البحرين في البحرين. البحرين عداءه وحده فوالا. لا ماشي هذه كاين واحد العداءه اللي هي وصلت لشركه بطوله العالم اللي جرات بواحد بحال داكشي ديال لي كوسمونوت هكا من هنايا تجري به وسميتو كل شيء. كتجري مستوره. وحنا ماشي مستورين. لا لا مستوره اختي شكون قال العكس؟ انت نزابي دوان من تبارك الله من الابطال المغاربه اللي شرفوا الرايه ديال المغرب وشرفوا البلاد. غادي نشوف واحد الروبورتاج صغير على النساء المغربيات اللي تالقوا في مجموعه من الميادين. غنشوفوه دابا ونتلاقاو. السلام عليكم. اشنو كيعني لك 8 مارس؟ ماشي هو اليوم العالمي للموسيقى؟ واش ماشي هو اليوم العالمي للفراشات؟ لا هو اليوم العالمي للمرأة. وفي المغرب كانوا بزاف ديال المسابقات اللي كيربحوا فيهم النساء المغربيات جوائز في هذا اليوم
بحال الخميسة اللي كانت كدير تكريم المرأة المغربية للعطاءات والإنجازات اللي دارت، حيث المرأة المغربية ولات كتسوق الطيارة والترامواي والتاكسي، ولات مع القضاة وكتدخل البرلمان، ولات كتريني تاب الفراقي ديال كرة القدم. اجي نشوفوا بعض النماذج ديال النساء اللي وصلوا للعالمية. مثلا بشرى البرنوسي اللي هي معروفة وهي بيلوت ديال الطيارة، كريمة أدبيب اللي مثلت في هوليوود في دور توم برايدر في بلاست أنجلينا جولي، شوميشا وشكون اللي ما كيعرفهاش هي اللي كتوجد لنا كاع الشهيوات والمغرب كله عزيز عليه، سميرة بن سعيد واللي هي من أشهر الفنانات في العالم العربي، مريم بن صالح واللي هي رئيسة رؤساء الشركات في المغرب. أما عيشة الشنا شكون اللي ما كيعرفهاش وما خلات ما دارت في العالم الجمعوي في المغرب. فضيلة العنان وهي وزيرة في بلجيكا، ليلى غاندي هي هزات كاميرا ديالها ودارت العالم كامل. أما نجاة بالقاسم فهي ناطقة باسم البرلمان الفرنسي، وسناء الحمري هي اللي دارت أحسن الكليبات ديال الموسيقى في ميريكان بحال برينس، ديستيني شايلد، ماريا كاري، ومنساوش نوى المتوكيل اللي هي كاينة في اللجنة الأولمبية الدولية. ومني كنشوف هادشي كامل كنقول حشومة نحتفلوا بيوم العالمي للمرأة، احنا خصنا نحتفلوا بها السنة كاملة. نزهة، كان عندك الشرف ديال استقبال الملاكم الاسطوري محمد علي كلاي، ياك ملي جا للمغرب تلاقيتي معاه سنه 97 97 اكزاكتومون رمضان 97. واش انت كان عندك مع لونغلي ولا هو كان عنده مع الدارجه؟ كيفاش فهمتوا؟ كلشي تيتفاهم ياك. باش يصيب الله يرحمه كان ملاكم، مارس الملاكمه ياك. ولما توجهت لي الدعوه على انه راه غيجي محمد علي كلاي، مي فريمون كنت فرحانه في ذاك النهار اللي تلاقيتي مشينا تلاقيناه. اكزاكتومون انت اللي كتبتي الكلمات ديال الاغنيه ديال نعيمه سميح جريت وجريت. واش ضريت القضيه؟ غنشوف واحد ليكستري ديال واحد الفيديو ديالك، كنتي في واحد الحوار في واحد البرنامج التلفازي وقلتي لهم بانك كنتي حامله بولدك 42 شهر. شنو انا وليت فيلا؟ نشوفوا الفيديو ونتلاقى. فازي يلا. مع الميدسان ديالي استشرت معاه على انه بوتيتر قلت له اللي بغيتي، لانه ملي تنوصلوا لواحد لو تيغ ديال ملي تنفوتوا 42 شهر. ايه 42 شهر تبارك الله، تزاد عنده عامين. الصحة والسلامة، الصحة والسلامة. كتعرفي بأن في البرنامج ديالنا كاين واحد الفقرة سميتها فقرة ديال الصراحة. الصراحة راحة. الصراحة راحة. حنا بغينا نطرحوا لك بعض الاسئله وبغيناك تجاوبينا بكل صراحه. بيان سور، هو دائما صغار ملي بدينا وحنا تنقولوا غير الصراحه، راه ماشي ما كاينش. بيان سور. نبداو؟ مرحبا. يلا تصفيقات على نزابي دوار. نزا، شنو هي اخيب ذكرى عشتيها؟ اخيب ذكرى هي نهار توفى الاخ ديالي مصطفى الله يرحمه. واش في المسار ديال نزهة بدوان كانوا ناس واقفين ضد النجاحات ديالك؟ لا ما نظنش، لا بالعكس ما تنظنش كاين شي واحد اللي تيوقف ضد النجاح من اجل بلادنا. شكون هو الانسان اللي تقولي ليه من بعد هاد النجاحات ديالك كاملين شكرا بزاف؟ عزيز داودة. عزيز داودة، لما تقولي
الله ياخذ فيك الحق. انت واحد من المسامح كريم، ان الله غفور رحيم. الى تعطاك منصب رئيسة حكومة وخا نعرفك ما غادير السياسة، شنو هي أول حاجة تبدليها في هاد البلاد؟ هي ما نقبلش. لا، شنو تبغي تبدل نزها في هاد البلاد؟ هي حتى حاجة ما غاتبدل، تيخص الأفكار اللي تبدل، تيخص العقلانية ديالنا اللي تغير، اللي ما عندنا ما نغيرو، ولكن حنا تيخصنا نتغيرو باش يتغير كل شيء، معنا يتغير مجتمع كامل يتغير. نزهة شكرا، شكرا على الصراحة ديالك. العفو. وشكرا اللي حضرتي معنا. الله يبارك. وصلنا لآخر مرحلة في البرنامج. هي مع الأسف أنا ما سخيناش بك. سخيتو ب لا ما سخيتش بك. مالكم في وسط نوطة. نزهة، مرحلة ديال التحدي، كل ضيف عندك أعطي واحد التحدي خصو يديرو. تعرفي التحدي ديالك؟ مرحبا. تحالا يلا. اي بوكال قدامك غادي تلقاي فيه ورده، والتحدي ديالك اليوم هو انك خصك تجبدي الورد اللي كاين في البوكال في جوج ديال الدقائق، وردي البال في كل مره غتلقاي مفاجاه. اختي نزهه، التحدي ما بغيتوش لك صراحه، ولكن هادشي اللي جا في زهرك. دابا عندنا اربعه ديال الوردات وسط هاد لي زانيمو هادو، خصكي الدور ديالك انك تجبديهم. مستعدة؟ مرحبا. ما خايفاش؟ و تخوف من الله. خوف من الله. تسليقات على زابي دوان. الكاميليون لي زامستر ناسين نبداو بلي زامستر دوك عاطينك تيقار ها نبداو بلي زامستر تفضل لي زامستر صغيرين بغيتي زوينين جمهور جمهور علي دابا ضعي طل هو بعدا ما عندي ما تساكا ضروري تجبديها ما بغاش يتلقى ما عندنا ما نديرو لا حرام عليك حرام عليك طلق 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 يا جماعة هذا ما يتساش خليك لو سيربو خليك هاد عندك عندك جرب جرب فين وصلتي 16 الاخر يلا نزهة دابا ما عادش الضحكة ما
يلا صفقوا على نزهة. لا لا غتصفق غادي يتحرك هو غادي. لا ما تصفقوش ما تصفقوش. ما تصفقوش. حرام عليكم خشيتوا هذيك الوردة لتحت والله إلا حرام عليكم. حولت أتقعدنا أمس أتقعد. لا جي دابا حيدتها غيتحرك ياك. وهو قصو غير هنايا ويتحرك. لا لا هاكا دوسمون الي مولو مولو فوالا جونتي جونتي تري جونتي. يلا ويلي 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 عرفتي شي ناعس عليها زعما راه هادشي راه لا اي شوف لا قاعدي عرفتي اش غادي بلاتي بلاتي عرفتي اش غنديرو لا بلاتي رشيد انت غادي تقعدو وانا نهز الورده انا والله لا يلا بقات لك هذي بارك الله عليك إذا شكرا شكرا لك شكرا اللي حضرتي معنا ما سخيناش بك. اخر حاجه بغيتك تقولي كلمه للجمهور المغربي اللي كيبغيك قدام هذه الكاميرا. شكرا حتى انا ما سخيتش بكم كذلك شكرا للحضور الكريم جاي الفرقه اللي تتسهر على البرنامج كذلك الناس ديال دوزام يعني الف شكر كذلك تنعتبر نفسي على انني في البيت ديالي الثاني هنا في دوزام. سنه سعيده لجميع النساء المزيد ان شاء الله من العطاء المزيد من التالق وكذلك ما ننساوش على ان التالق في بلادنا والبلادنا ماشي الشخصي ولكن لبلادنا. تبارك الله عليك نعم.